السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن طرق بناء شخصية الطفل وهو صغير والذي يؤثر فيه في المجتمع الذي يحيط به، خاصة في الأيام اللي أنا عشتها في الحلمية ما بين سن الولادة إلى سن 13 سنة، واللي شفنا فيها أشياء كثيرة جدا أثرت في بناء شخصية الطفل وشخصية كافة الأطفال اللي ولدوا في هذا الوقت أو الأطفال اللي بيولدوا في أي مكان تاني. أول حاجة اللي هو الفنون، في الفنون دي بنتأثر بيها جدا، وكان طبعا شخصيات الممثلين المتقمصين لمثل هذه الأدوار اللي بيقوموا بيها سواء كان في السينما أو في التلفزيون أو في الإذاعة تكون قوية جدا. هذكر بعضهم كثير جدا منهم زي رشدي أباظة، عماد حمدي، شكر سرحان، أمينة رزق، فردوس محمد، عباس فارس، فاتن حمامة، شادية، زكي رستم، ستيفان روستي، زكي طليمات، عمر الحريري، ميمي شكيب، وهكذا. كتير جدا من هؤلاء الناس وغيرهم من الشخصيات الفنية اللي الكوميدية، عبد الفتاح القصري، وزينات علوي، اسماعيل ياسين، يوسف وهبي، عمر الشريف طبعا، عبد المنعم ابراهيم، عائلة راتب، هدى سلطان، نجمة ابراهيم، رأي ابراهيم، عبد السلام النابلسي، وهكذا. تقمص الفنان لشخصية بتخلي الطفل يعيش الشخصية دي ومتأثر بها جدا سلبا أو إيجابا، ده أحد الأشياء اللي بتأثر فينا سلبا أو إيجابا واحنا صغيرين. اتنين، الغنى والغناء والمغنيين نفسهم. طبعا مصر كانت غنية جدا بالمغنيين وبالفنانين اللي هم الممثلين دول اتكلمت عنهم، هم من عظماء المغنيين اللي احنا تربينا أو يعني مش سمعناهم واحنا صغيرين: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد رشدي، محمد عبد المطلب، محمد العزبي، محمد قنديل، محرم فؤاد، الكحلاوي، صباح، نجاة الصغيرة، فيروز، وديع الصافي، وردة الجزائرية، مها صبري، فايدة كامل، عبد العزيز محمود، كريم محمود، شفيق جلال، محمد طه، أبو دراع، ليلى مراد، إلى آخره. أنا مش بذكر كل الفنانين، بس أنا بذكر حتى أصوات الفنانين في الوقت ده، زي مثلا محمد عبد المطلب، زي محمد العزبي، زي محمد قنديل، أصوات قوية جدا جدا جدا، كان بيعتمد على قوة الحنجرة بتاعت الصوت ومعرفته والطبقات اللي بيتكلم فيها أو اللي بيغني فيها. الملحنين طبعا اللي أثروا فينا كذلك، كان في كل دول عمالقة لما احنا نقارنهم باللي احنا بنسمعهم او بنشوفهم في التلفزيونات او في السينما كممثلين او مغنيين او ملحنين. محمد عبد الوهاب كملحن، فريد الأطرش كملحن، كمال الطويل كملحن، رياض السنباطي، محمد الموجي، محمد الاصابك طبعا هو احد الملحنين العظام اللي هم صنعوا ام كلثوم نفسها. فالملحنين دول يعني بفهمهم او بفهمهم لطبقات المزيكا المزيكا الى اخره، صنعوا مكتبه ثريه جدا 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 من الموسيقى اللي احنا ما زلنا نتمتع بها الى اخره. الكتاب كذلك اثروا فينا زي طه حسين، العقاد، نجيب محفوظ، احسان عبد القدوس، توفيق الحكيم، يوسف السفاعي، يوسف ادريس وغيرهم، المنفلوطي، لطفي السيد، كل هؤلاء الناس الادباء والكتاب يعني كنا بنقرا لهم او بنسمع عنهم او بنقرا القصص بتاعتهم الجميله اللي كانت موجوده، وغيرهم من الكتاب اللي كانوا موجودين في العصر الذهبي للشعر العربي والادب العربي والفن العربي والغناء العربي وكل هذه الاشياء. القراء طبعا ربنا حبى مصر واحنا صغيرين بقراء غير عاديين، واجتمعوا كلهم: الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد رفعت، الشيخ الشرباسي، عبد الباسط المنشاوي، الشيخ الشعشاعي، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ البنا كذلك. اصوات من الجنه، اصوات من الجنه، اصوات من الجنه. المذيعين كذلك، حتى التلفزيونات حتى الراديو كان مذيعين يعرفوا متون اللغه العربيه، هم ازاي يتكلموا، فعندهم بتتمتع وانت بتسمع لشخص ما بتشوفوش اللي هو كان اسمه المذيع ده، زي مثلا همت مصطفى في التلفزيون، اماني ناشد، سلوى حجازي، ليلى رستم، حمدي غنديل، بابا شارو في الراديو، ماما سميحه، احمد فراج، عبد الرحمن علي، محمد لطيف. حتى في الكوره محمد لطيف وعلي زور كانوا بيحببونا في متابعه ماتش الكوره من طريقه البهجه اللي كانت بتخرج منهم هما بيذيعوا الماتشات الكوره على الهواء. طبعا كان ده يوم الثلاث، يوم الحد ويوم الجمعه الساعه 3 ظهرا. نجوم كرة القدم كذلك، نجوم كرة القدم كان منهم طبعا كابتن مصر صالح سليم وطارق سليم، رفعت فنجيلي كان برضه اصبح كابتن مصر بعد كده، الشيخ طه اسماعيل، عادل هيكل، ميمي الشربيني، كابتن يكن العظيم اللي هو كان في دفاع الزمالك، الجول كيبر الدو شاهين برضه في الزمالك، احمد رفعت في الزمالك، ابو رجيله الدودو ده كان من الجيل الاربعينات،
نبيل نصير، حمادة أمام، محمد يحيى أمام، حمد النور، عبد نصحي، شحتة، ريعو، السايس، الشاذلي في الترسانة، مصطفى رياض، بدر عبد الفتاح في الترسانة، أحمد صالح في الاتحاد السكندري، رضا كذلك في كل هؤلاء اللعيبة كانوا لعيبة بيحبوا يلعبوا كورة، وكانت مرتب ما كانش في احتراف، وكانت مرتباتهم تكاد تكون منعدمة، عشان كده أغلب اللعيبة دول اللي ما كانوش أغنياء في الأصل بتلاقيهم دلوقتي أطفالهم أو أولادهم أو أحفادهم يعني فقراء جدا. العلماء برضك اللي كنا احنا بنتمتع بالسماع ليهم كان طبعا في فترة الخمسينات والستينات إلى السبعينات، اللي هم الشيخ عبد الشيخ الشعراوي رحمة الله، إمام الدعاء، الشيخ عبد الحميد كشك، الشيخ الغزالي محمد الغزالي، الشيخ شلتوت اللي هو كان شيخ الازهر، الشيخ محمد البخوري وده كان يعني زميل والدي، الشيخ محمد المدني، الدكتور عبد العزيز كامل، الشيخ المراغي وغيرهم من كبار العلماء. فاحنا لما نرى الفتره دي كلها ما بين الفن وما بين الادب ما بين السينما ما بين الغناء ما بين التلحين ما بين الكوره حتى، كان الناس عندها حب لمهنتها، فعلشان كده احنا تاثرنا بيهم تاثر ايجابي جدا. وطبعا انا زعل اليومين دول على نوعيه الفنانين والعلماء اللي اطفالنا واحفادنا هيسمعوا لهم لسنين عده. يعني الواحد بينظر لاشياء في التلفزيون او في السينما، يعني مع تقدم التكنولوجيا في الاخراج والتصوير والمونتاج بيحس ان انت بتتفرج على كرتونه، يعني لكن الناس بتسقف بقى وبتفرح الى اخره. فطبعا انا تاثرت كتير جدا بهذه الشخصيات وهذه الفنون، وده جزء من الاشياء التي صقلت شخصيتي وانا طفل صغير. شكرا على مشاهدتكم الفيديو، وان عجبكم الفيديو ان شاء الله شاهدوه مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.